هجرة، أكبر هجرة هذه والله، أكبر هجرة. أنا هجرنا من بلادنا مش هيك، والله ما هو هيك، هجرنا من بلادنا. الله يكسر اللي كان السبب. حجة اليوم اليهود إيش قالوا لكم؟ اطلعوا هيتنا، طلعنا هيا، شوفنا على الكعبة، لا بتقدر نمشي ولا بنقدر نروح، والله حرام يا رب، والله حرام يا رب. من وين جاي انت في الاصل يا حجه؟ من الشاطئ جايين، وانا هنا ساكنه، واجوا بناتي وكناينهم هيهم عندي. فين طفشوهم؟ وين بدك تروح اليوم؟ والله ما انا عارف وين نروح، مكان منيح مش عارفين وين، في وسع ما فيش وسع. وين نروح؟ والله ما احنا عارفين وين نروح يا اخوي. الاكل والله يا ابني ما هم شايفينه، وهذول اللي اجوا من الشاطئ والله ولا حدا بيعطيهم حاجه، هيهم ابصر 30 نفر، عندهم 30 نفر. والله حرام هيك ضرب وخبط وقتل، منفعش هذا الكلام، والله ما بنفع هذا الكلام. خلاص اخذوا البذمية وخلاص يدشروا الغلابة، ايش هذا ماله، ايش هذه ماله، كلهم غلابة.